وللمزيد حول تطورات الأوضاع في غزة في ظل استمرار العدوان الصهيوني في ظل عجز المجتمع الدولي عن كبح جماح الجرائم الصهيونية في المنطقة، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المختص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواود. أهلا بك أستاذ صلاح. يعني عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في جباليا شمال قطاع غزة بعد أكثر من سنة على بدء الحرب في القطاع. جباليا التي تعد ضمن أوائل المناطق التي دخلتها القوات الصهيونية بداية الحرب، إلا أنها أعادت اقتحامها مرارا وتكرارا. السؤال هنا، برأيك ما السر أستاذ صلاح وراء هذا الاستهداف المتكرر لجباليا ومناطق شمال قطاع غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك والسادة المشاهدين. وعمليا لا يوجد سر، المسألة مفضوحة تماما. الإبادة موجهة لكل قطاع غزة، ولا يوجد مكان في قطاع غزة آمن. والعدو فقط حسب اعتباراته العسكرية يركز جهوده في كل منطقة حسب اعتبارات عسكرية خاصة به. ولا يوجد شيء يميز جباليا عن غيرها. أمس في بيت حانون، قبله في بيت لاهيا، قبله في الزيتون، قبلها في التفاح، خان يونس، رفح، هكذا العدو يعمل. يعني لا يوجد منطقة في قطاع غزة هي مميزة عن غيرها. كل قطاع غزة تحت الاحتلال، كله مستهدف بالإبادة، كله يتعرض للإبادة، وكله في مقاومة. يعني إذا كان حجة الاحتلال المقاومة، وستبقى المقاومة في قطاع غزة ولن تنتهي. وبالتالي المسألة هي مسألة إجرام واستمرار في الإبادة ضد أهل قطاع غزة. نعم. سواء بالقتل عبر الأسلحة والقنابل أو من خلال الحصار والجوع. نعم أستاذ صلاح، عمليات المقاومة كما تعلم متواصلة ضد القوات الصهيونية سواء في الشمال أو الجنوب من غزة، والاحتلال يتكبد خسائر في الأرواح والمعدات رغم إعلانه المتكرر عن القضاء على كتائب المقاومة في هذه المناطق. كيف يمكن قراءة مثل هذا المشهد؟ وهل لا تزال المقاومة تمتلك أوراق قوة يمكنها من مواصلة الحرب، حرب الاستنزاف الطويلة في غزة؟ هل تملك المقاومة ما يمكنها من مواصلة هذه المعركة والصمود فيها أكثر؟ بالتأكيد، يعني في النهاية في الحرب وفي الصراع كل شيء نسبي، لا يوجد شيء مطلق. لكن الحق المطلق لدى المقاومة الفلسطينية بمقاومة الاحتلال هذا قائم ولا يستطيع أحد أن ينزعه. ثم يأتي بعد ذلك الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال والمقاوم للاحتلال والجاهز لمواجهة الاحتلال إلى الأبد. بغض النظر من الفصيل الذي يقود المقاومة، سيبقى الشعب الفلسطيني هو المقاوم الأساسي، وهو من يستهدف بالإبادة من قبل الاحتلال. النقطة الثالثة تتعلق بالسلاح. ما هي الأسلحة التي تمتلكها المقاومة؟ هنا المسألة تتفاوت. يعني ليس بالضرورة أن تمتلك دائما المقاومة كميات أسلحة كبيرة أو أسلحة نوعية كبيرة أو صواريخ بعيدة المدى وما إلى ذلك، ولكن يكفي للمقاومة حد أدنى من السلاح الخفيف. وتاريخيا وعلميا المقاومة وحركات التحرر تقاتل بسلاح خفيف فقط، وقد تمتلك أسلحة ثقيلة في مرحلة من المراحل، قد تمتلك أسلحة نوعية مميزة، لكنها في المواجهة الاستراتيجية مع الاحتلال هذه الأسلحة تصبح أهدافا أكثر منها أسلحة. وبالتالي تبقى المقاومة في أو تعود المقاومة إلى طبيعتها الحقيقية، وهي أنها مقاومة بأسلحة خفيفة ضد احتلال يمتلك كل الإمكانيات. الآن المقاومة في قطاع غزة تبدو وكأنها في هذه المرحلة، وهي أنها المقاومة الخفيفة كثيرة الحركة النشطة التي تفاجئ العدو وتوقع به الخسائر بأسلحة خفيفة من خلال تفجير الدبابات، من خلال قتل الجنود وقنصهم. هذه آلية المقاومة، وهي آلية استنزاف طويلة الأمد. يعني لا يفترض أحد أن هناك إمكانية لحسم من قبل المقاومة. نعم. مع الاحتلال، فالمقاومة ستبقى مطاردة وتكر. نعم. وتفر وتهاجم الاحتلال في نقاط ضعف. نعم. طيب أستاذ صلاح، يعني وسط استمرار الحرب في غزة والمخططات الصهيونية التي تستهدف مساحات شاسعة في الضفة المحتلة،
نجد أن السلطات التابعة للأمن الفلسطينية أو قوات أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية يعني تقوم بعمل مواجهات مع شباب مقاومين في مدينة طوباس. السؤال هنا، إلى متى سيستمر التنسيق الأمني ما بين سلطة رام الله وما بين سلطات الاحتلال؟ إلى متى ستبقى السلطة تواجه هؤلاء المقاومين؟ لماذا يحصل كل هذا؟ سيستمرون في ذلك حتى زوال الاحتلال، وسيزولون مع الاحتلال كما زالت كل السلطات العميلة التي تعاونت مع الاحتلال في تاريخ الثورات وتاريخ ثورات الشعوب كلها، كما هرب الطابور الخامس الجزائري مع الفرنسيين، كما تعلق الخونة الأفغان في الطائرة الأمريكية عندما هربت، وكما فعل العملاء في سايغون وتعلقوا أيضا بالطائرات الأمريكية وألقي بهم من الطائرات. في كل دول العالم، في كوبا وفي الصين، دائما هناك حكومة عميلة، دائما الاحتلالات تنشئ لها حكومة موالية، سلطة موالية، وأجهزة أمن محلية موالية للاستعمار، موالية للاحتلال، وهذه نهايتها مع نهاية الاحتلال. والواقع الفلسطيني هكذا الأمر، يعني السلطة الفلسطينية العميلة الآن مصيرها مع مصير الاحتلال، سيرحل الاحتلال وقريبا بإذن الله، وسترحل هذه السلطة معه إن كان لديها فرصة للرحيل، أو ستنال جزاءها بيد شعبها. في سؤالي الأخير إليك أستاذ الصلاح، يعني بيان لخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقول إن قطاع غزة يعيش أقسى أزمة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، هل اكتفى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدور المتفرج على جرائم الاحتلال في المنطقة؟ أما من أمل في تغير هذا الموقف الدولي العاجز باعتقادكم؟ أعتقد أن الموقف الدولي ليس عاجزاً، يعني هناك دول عاجزة، هناك دول متواطئة، هناك دول عدو، يعني وعدو شرس وحاقد على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني، وهذا العدو ممثل بالدول الغربية الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة، هذه الدول مشاركة في الجريمة، وهي من يقتل الشعب الفلسطيني، ربما من يضغط على الزناد هو جندي إسرائيلي، لكن السلاح سلاح أمريكي، والتمويل تمويل أمريكي، وحتى اللباس لباس الجندي لباس أمريكي. وبالتالي ما يسمى المجتمع الدولي هو مجتمع استعماري، مجتمع القطب الواحد الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يفرض استبداده وهيمنته على العالم كله، وكل العالم يئن تحت وطأته، وليس الشعب الفلسطيني فقط. ربما الشعب الفلسطيني وفي قطاع غزة تحديدا هو من يتصدر المقاومة لهذه الفرعنة، لهذه الهيمنة الأمريكية الصهيونية، لكن كل العالم يئن اقتصاديا وأمنيا تحت وطأة هذا الغول، هذا الوحش الاستعماري الذي أسقط دول، والذي يخضع شعوب الأرض ويبتزها، والذي يجوع ثلثي شعوب الأرض في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. هذا العدو هو الذي يقاتل الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الأعداء من النظام الرسمي العربي المتعاون والمتواطئ مع هذا العدو، والذي مثل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، يعني هم حريصون جدا على القضاء على المقاومة، وربما أكثر من الاحتلال، ويرون أنفسهم مستهدفين مثل الاحتلال تماما. المختص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.